أهلا بكم من جديد. انطلقت أعمال مؤتمر بلوك أون الدولي 2018 في المنامة بمشاركة أكثر من 300 مبتكر وخبير عالمي في مجال البلوك تشين من أجل استكشاف الفرص الواعدة والتحديات الماثلة أمام هذه التقنية وتطبيقاتها المتعددة التي تتنوع من التجارة والمدفوعات والأمن والملكية القانونية. ويأتي المؤتمر الذي ينظمه خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في وقت تشهد بيئة الأعمال تطوراً متسارعاً مع دخول لاعبين جدد في الخدمات المالية وغيرها من القطاعات تتطلع إلى الاستفادة من قوة التقنيات الجديدة والمنصات الرقمية على غرار البلوك تشين. كما يوفر المؤتمر فرصة فريدة للمشاركين لتأهيلهم في كيفية الاستفادة من مميزات تقنية البلوك تشين والانتفاع منها قدر الإمكان وتعليمهم كيفية إعداد وبناء عقود ذكية في الاستخدامات والتطبيقات العملية. البلوك تشين والله هي تكنولوجيا الكل بيتكلم عنها، هي تذكر دائما عندنا بالذات الناس بيتكلمون عنها في قطاع الخدمات المالية انها بتغير طريقة العمل بالذات في موضوع التحويل الأموال من خارج وإلى داخل البلاد، لأن التكلفة بتكون أقل، السرعة بتكون أسرع وفيها شفافية أكثر. ولكن في نفس الوقت هذه التكنولوجيا بتغير حتى نمط العمل في جميع القطاعات، سواء في القطاعات اللوجستية، قطاعات الصحة والتأمين، حتى الخدمات المالية. أصبح الجميع في مملكة البحرين على دراية كاملة بأهمية التكنولوجيا المالية والفرص الذهبية التي تطرحها على المستوى المحلي، سواء للمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى للمستهلكين من الأفراد. أما تقنية بلوك تشين فما تزال حديثة العهد في المملكة، ولا يزال الكثيرون يجهلون ماهية هذه التقنية المتطورة والتي من شأنها أن تحدث نقلة غير مسبوقة في طريقة عملنا في مختلف الشركات والمؤسسات الأخرى. فالمسألة تحتاج إلى مزيد من التوعية ونشر ثقافة البلوك تشين حتى ننتقل بصورة كلية إلى الاقتصاد الرقمي في جميع عملياتنا اليومية. وستمكننا المنصات الرقمية الجديدة من تسريع خطى استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في القطاعات غير التقليدية. طبعا الوعي العام حق التقنية الجديدة اللي هي البلوك تشين مهمة. في كثير من الناس يتخوفون من التكنولوجيا الجديدة ويكون لهم آراء مختلفة، فهافينج يعني في هاي التوقيت بالذات يخلي الكل انه هو متفتح، عارف شنو هي نوعية التقنية الموجودة وشلون ممكن يستفيدون باستخدامها التقنية الجديدة لمالتيبل خلينا نقول يوز كيسز، خصوصا في القطاع المصرفي والمالي بشكل خاص. في البحرين فخورين ان نكون سباقين في التكنولوجيا، قبلها كنا على الكلاود وسنة قاعد نتحكي عن البلوك تشين، فالوعي جدا ممتاز الحين ولازم نكون حذرين، هاي شيء جديد علينا بس احنا قهده ومسوينا من قبل. وشركة جي بي ام في البحرين شركة عندها حلول في البلوك تشين والكلاود والاي او تي والارتفيشال انتليجنس، فشيء جديد علينا. كل الخليج موجودين ويانا، كل قاعد تحكي عن البحرين شو قاعد تسوي، بس في نفس الوقت لازم نكون حذرين. ونتوقف الآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث واصل مؤشر البحرين العام ارتفاعه في نهاية تداولات اليوم بنسبة 0.67% مقفلا عند مستوى 1323 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية وأيضا الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 6,463,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,500,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 54 صفقة.
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية بنسبة 90% من إجمالي التداولات. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فكما نلاحظ غلب اللون الأخضر على الإقفالات متجاهلة تراجع أسعار النفط اليوم. السوق المالية السعودية التي أغلقت على ارتفاع كان الأكبر في تداولات اليوم بنسبة 1.24%، أقفلت عند مستوى 7607 نقاط، وجاء على رأس تقدمات أسهم قطاع المواد الأساسية وأيضا البنوك. سوق أو بورصة الكويت كانت مقفلة اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف. سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدت ارتفاع بنسبة تقارب 13 نقطة مئوية، مقفلة عند مستوى 4984 نقطة بدعم من مؤشر قطاع البنوك. فيما أقفل سوق دبي المالي على تراجع كان طفيف في إغلاق اليوم بنسبة 0.06%، مقفلا عند مستوى 2754 نقطة بتأثير من انخفاض مؤشر قطاع التأمين. وأخيرا سوق مسقط الأوراق المالية كانت مقفلة اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني العماني. يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية والمستشفيات في السعودية بحسب وكالة بلومبرغ. وقد يقوم صندوق بتعيين مستشار في المستقبل القريب لتحديد فرص الاستثمار المتاحة في هذا المجال. وأضافت المصادر أن هذه الخطة قد تتطلب مليارات الدولارات ستضخ في شركات الرعاية الصحية القائمة أو في شراكات مع شركات أجنبية تتطلع لإنشاء عمليات في المملكة. ويعتبر تحويل السعودية إلى مركز إقليمي للرعاية الصحية أحد الأهداف المحددة في وثيقة استراتيجية 2020 الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة. توقع سعيد أحمد رئيس الإدارة المركزية في مصلحة الضرائب المصرية تحقيق ملياري جنيه بأول عام مالي ستطبق فيه ضريبة على مبيعات التجارة الإلكترونية وإعلانات المواقع الإلكترونية في مصر. وأشار أحمد عن ترقب إقرار البرلمان المصري لمسودة قانون الفاتورة الإلكتروني الذي أقره مجلس الوزراء، والمتوقع منه ضم مبيعات التجارة الإلكترونية إلى منظومة الضرائب في مصر. وأرجع اهتمام وزارة المالية بإقرار قانون الفاتورة الإلكترونية إلى نمو حجم التجارة الإلكترونية بشكل كبير، مؤكدا أن القانون يكفل للدولة فرض الضرائب على عمليات التجارة الإلكترونية داخل نطاق أسواقها. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. توقعات بارتفاع المبيعات في لندن خلال موسم الأعياد إلى أكثر من 2.5 مليار جنيه استرليني. اقترب موعد يوم الجمعة السوداء بلاك فرايدي، والملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم يترقبون فرصتهم للحصول على أفضل الصفقات على مختلف أنواع السلع والبضائع. مزيد من التفاصيل نتابعه في التقرير التالي. قريبا سوف يعم السواد والفوضى والازدحام في حركة المرور بجوار المتاجر التي تعلن عن تخفيضات كبيرة، حيث سيخرج الناس بأعداد كبيرة للشراء إلى الأسواق. وترتبط فكرة هذا اليوم بالأزمة المالية التي شهدتها الولايات المتحدة قبل نحو 150 عاما وما تبعها من خسائر مالية أدت إلى ركود كارثي لحركة البيع، ما دفع المتاجر إلى تخفيض أسعارها لدفع الناس إلى شراء البضائع، وبالتالي إلى التقليل من حجم الخسائر الناجمة عن ركود المنتجات في مخازنها، ليصبح هذا الأمر تقليدا أمريكيا يقام كل عام. وقد حقق تجار التجزئة في الولايات المتحدة رقما قياسيا في المبيعات عبر الإنترنت بلغ نحو 8 مليارات دولار في الجمعة السوداء العام الماضي، بزيادة حوالي 18% مقارنة مع عام 2016. أما بالنسبة إلى أسواق المنطقة العربية خاصة منطقة الخليج،
فقد امتدت إليها التخفيضات المماثلة تعلنها المراكز التجارية الكبرى ومواقع التسوق الإلكترونية المختلفة، كما أن بعض هذه التخفيضات يستمر لبضعة أيام وليس في يوم الجمعة فقط. وإذا نظرنا إلى هذا الأمر عن قرب فسوف نكتشف أن الجميع مستفيد من هذا اليوم، فالمتاجر تتخلص من البضائع الزائدة في مخازنها والناس يحصلون على منتجات هم بحاجة إليها بأفضل سعر ممكن. أظهرت نسخة مسربة من البيان الختامي لقمة رؤساء مجموعة العشرين التي ستعقد في الأرجنتين الأسبوع المقبل والتي حصلت عليها صحيفة فاينانشال تايمز، ظهرت اعتراف الدول الأعضاء بأهمية نظام تجاري متعدد الأطراف، وحثت الوثيقة على ضرورة العمل لإبقاء الأسواق مفتوحة، لكن من الواضح أن صيغة البيان الختامي هذه السنة لا تشدد على محاربة التشددية كما جرى في العادة، ما قد يشير إلى جهود لتجنب تكرار الاحتكاك الذي حصل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الدول الأخرى في اجتماع هامبورغ العام الماضي. قدمت الحكومة اليونانية للبرلمان مشروعها لموازنة العام 2019، هو الأول بعد خروج البلاد من وصية دائنيها، حيث شهدت نموا بنسبة 2.5% وزيادة الإيرادات ب 900 مليون يورو. وتتضمن هذه التدابير التي وصفت بأنها إيجابية مساعدات عائلية وسكنية وتخفيضات ضريبية لشرائح معينة من المواطنين ومساهمات اجتماعية. وقال المتحدث باسم الحكومة أن قانون المالية، وهو الأول الذي يتضمن توسعا ماليا منذ عقد من الزمن، يرسي بطريقة رسمية الخروج من سلسلة الاستقطاعات في معاش المتقاعدين التي فرضها صندوق النقد الدولي. والآن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تستعد المتاجر في حي التسوق الشهير وسط لندن لاستقبال موسم الأعياد هذه السنة، ولكن بحذر، فقد كان عام 2018 الجاري عاما صعبا بالنسبة لقطاع التجزئة، حيث أن أسماء شهيرة مثل هاوس أوف فريزر أوشكت على الانهيار وتقاتل من أجل البقاء، كما أن متاجر ديبنهام سجلت خسائر قياسية في أول 9 أشهر من السنة، وأعلنت عن إغلاق نحو 50 فرعا، فضلا عن أن مارك سبنسر يعاني من استمرار الضعف في مبيعاته. ولكن رغم التحديات، يتوقع ممثلي متاجر الطرف الغربي التي تمثل شوارع أكسفورد ورينغيت وصول المبيعات خلال موسم الأعياد إلى أكثر من 2.5 مليار جنيه استرليني.